يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من يقول إن الدعوة لا تكون إلا للعلماء وليس لأحد أن يدعو حتى يصل مرحلة العلماء؟ وهل من يقوم بتوزيع المطوية والأشرطة يعتبر هذا من العلم الذي ينفع بعد الموت؟ نعم، لا بلا شك أن الدعوة ما تكون إلا من أهل العلم، لأن الجاهل ما يصلح أن يدعو، لأنه قد يحرم أشياء أو يحلل أشياء بلا دليل، كذلك قد يسأل ويجيب بجهل أنه جاهل. فلا شك أن الدعوة لا تكون إلا من أهل العلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، البصيرة هي العلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة هي العلم. لا بد أن يكون الداعية مؤهلا للدعوة، لكن الأمور الواضحة يأمر الناس بالصلاة، يأمرهم ببر الوالدين، يأمرهم بترك الشرك، وهذه أمور واضحة ينهى عنها ويأمر بالتوحيد، لكن التفاصيل لا يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم.